السلام عليكم. اليوم حنحكي عن الموديل فيرست. ايش هي الموديل فيرست؟ حنتعرف عليهم خلال مثالنا في فجول استوديو. الموديل فيرست ايش هي؟ الموديل فيرست لما بالطريقه الاولى اللي عملنا للكود فيرست، عملنا الكود هو اللي او عملنا الموديلات من ضمن الكود، هو عمل جنريت للداتابيز. لكن المره هاي حنعمل بطريقة مختلفة، هنخلي الاستخدام ادو دوت نت انتري فريم ورك هو اللي حيعمل لنا توليد للداتابيز للموديلات حد ذاته، نسميه اي اف موديل فيرست. طبعا الطريقة هي تعتمد على الويزارد أغلب الأحيان، الويزارد يكون أكثر من ما نكتب الكود. طبعا تختصر مراحل كثيرة، هي تختصر لك كتابة الموديلات، هتختصر لك أيضا عمل كونكشن سترينج، لأن هي هتعمل لك جنريت لكل شيء. اوكي، اول شيء حنضيف نحن ياخذ زر التحميل. اوكي، اد نيو ايتم اللي هو حنضيفه للموديلات من خلال الداتا ادو دوت نت انتيتي داتا موديل، هنسميها student model. اوكي، next. طيب حيسألك هو الموديل هو من database اوريدي جاهز عندك، ولا empty model، ولا empty code first، ولا code first from database. احنا نشتغل في empty entry from work design model. اوكي، يعني حننشأ database وحننشأ كل شيء بيدنا. العملية هي حاليا ايش حنعمل؟ حنعمل التيبلات، حنعمل اد نيو انتيتي حنسميه ستودنت. اوكي، ستودنت الاي دي هو حيكون ستودنت اي دي، حيكون الاي دي من نوع 32 ان 32. تمام، اسم التيبل ستودنت، وان اد سكالا بروبرتي حنضيف له ستودنت نيم، هو باي ديفولت حياخذ البروبرتي تبعه سترينج زي ما شايفين انه هو سترينج. اوكي، والاي دي حيكون انت وايدنتيتي. اوكي تمام، حاليا انتهينا من كأنه عملنا ايش؟ فتحنا كلاس جديد، اضفنا student id get set واللي ال student name get set كمان، وعملنا نفس الوقت ايش؟ ال db context. فين db context؟ اللي هي هنا. اوكي، تكتب الاشياء هاي. طبعا احنا فينا نضيف اكثر من تيبل، وفينا نعمل الاسوسيشن بيناتهم، يعني الواجهه تغنينا عن اسكول سيرفر، ولكن حاليا احنا ما حنستخدم كثير شغله. طبعا فينا بس حتى نولد نعمل جنريت للسكريبت، جنريت داتابيز فروم موديل،
هنعمله نيو كونكشن. السيرفر هنعمل عليه الداتابيز هو دوت دوت يعني اللوكال سيرفر تبعنا. نعطي اسم للداتابيز اسمها مثلا موديل فيرست. اوكي اوكي نعمل اوكي هنا. هيسألك انه ال database not exist. ال database does not exist. بدك تعملها؟ قول له yes. نعمل قريت ال database الحالية. حالي ال database تبعنا. next. ال script تبعنا حالي موجود. finish. the generate database wizard will overwrite. okay yes. yes. تمام. نتأكد من الكوري تبعنا. هاي سخت داتابيس اللي اسمه موديل فيرست والتيبل نيم. اوكي رايت كليك اكزكيوت على نفس السيرفر اللي هو اللوكل تبعنا والداتابيز اللي كان اسمها موديل فيرست. اوكي كونكت command complete successfully. تمام الجزء الحالي انتهينا منه نحن. close. ايش حنعمل الخطوه اللي بعدها؟ حاليا احنا انجزنا خطوه اضافه الموديلات وعمل الكونكشن مع الداتابيز. تمام الخطوه الحاليه زي ما قلنا انه حيضيف لنا الموديل كونتكست اللي هي الداتابيز او الفايل اللي حيعملنا كونكشن مع الداتابيس تبعنا اللي هو ديزاينر دايجرام. طيب ما في مشكلة. فأنا شيء عملنا هو الجنريت الكونتكست كمان في كونتكست في الموديل. تمام زي ما تذكر احنا كتبنا الكود المره الماضيه اللي اعطينا فيه الستودنت دي بي كونتكست وعملنا له انهيرنت من دي بي كونتكست اللي هي من الانتري فريم ورك وكتبنا سطر التالي. العمليه هي كلها اختصرت من خلال ويزارد. اوكي هنسكر كل هالاشياء الموجوده عندنا. هننتقل على المرحلة اللي بعد اللي هي الكود. بس هننسخ اسم الكلاس. هنضيف كنترولر جديد نسميه student. هنعطي instance. هنعمل انستانس سوري لا كونكشن تبعنا اسمه سنسمي دي بي ايكوال نيو. اوكي في الاندكس هنعمل زي المره الماضيه هي دي بي دوت ستودنت دوت تو ليست. اوكي فقط هنعمل كمان الثاني اللي هعمله public action result create. اوكي return view. تمام اللي حيكون HTTP GET. نعمل واحد ثاني زيه لكن POST STUDENT DATA. تمام إذا MODEL STATE IS valid
db dot student dot add data db dot save change ما ننسى save change okay ويعمل لي ري دايركت الى الاكشن اللي اسمه sorry index طبعا هاي return اوكي تمام خلينا نعمل اول شيء generate لل view index اللي حيكون من نوع list الموديل اللي هو student اوكي الكونتكست حيكون student اوبس بشكل افتراضي حياخذ هو ال try to build your project فيو مرة ثانية بعد عملية البناء list student class student okay okay شفنا الفيديو السابق كيف شرحناها هنعمل كمان create تصير create student model okay. خلينا نشغل طبعا احنا شفنا الفرق كبير بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية هي الكود فيرست أو الموديل فيرست بالكود احنا كتبنا وعملنا كل شيء بإيدنا بس بالموديل فيرست لا اختلفت هو عملنا الموديلات عملنا الكونكشن عملنا كل شيء حاليا بالكرييت لو اعطينا اي اسم جريت دخلنا على الليستة كاملة اوكي بهالشكل نكون انتهينا من الموديل فيرست طبعا ما شفنا فيها اي اختلاف او فقط استخدمنا الويزارد لبناء الموديلات الطريقة الماضية كنا نبني الموديل بيدنا زي ما شفتوا الطريقة الحالية لا ما يحتاج أو السلام عليكم